do rir. Ai! Toma! السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم في فيديو جديد. ان شاء الله فيديو النهارده هكلمك على شويه حاجات مهمين جدا تعملهم بالنسبه للناس اللي هي كانت بتاكل عيش او بتاكل اعلاف فترات كبيره والحمام بقى مريح عندها فتره كبيره. اول حاجه لازم تعملها لو انت كنت بتاكل علف وكنت بتاكل عيش والحمام ريح عندك فتره كبيره وليه فتره كبيره مش بيشتغل عندك، اول حاجه لازم تعملها لازم ان انت تبطل ان انت تقدم العيش والعلف للحمام بتاعك. الحاجة التانية والحاجة برضو اللي هي بيكون لها دور كبير برضو في ان الحمام يبقى عنده دهون ويريح عندك فترة كبيرة، وهي استخدامك للذرة الصفراء باستمرار. طبعا الذرة الصفراء بتكون نسبة الدهون فيها عالية جدا، والنوع التاني من انواع الذرة اللي بيكون فيها نسبة الدهون اعلى شوية وهي الذرة البيضاء. يعني لو انت كنت بتأكل ذرة بيضاء او ذرة صفراء فلازم تقطع الذرة الصفراء وتقطع الذرة البيضاء في الفترة دي، وبعد كده تبدأ تقدم حاجات خفيفة زي الذرة العوجة او الذرة الصيفي يعني، والقمح والبسلة والعدس، وتمنع خالص الذرة الصفراء والذرة البيضاء وكمان برضو العيش والأعلاف. دي أول حاجة لازم تخلي بالك منها كويس جدا، إن أنت توقف كل الحاجات دي وتبدأ إن أنت تقدم الحاجات الخفيفة زي الذرة العوجة والحاجات اللي إحنا قلنا عنها. وبالنسبة لو أنا بأكل في اليوم وجبتين، لو أنا بأكل مثلا في الوجبة الواحدة كيلو كلفة نقدم نص الكمية بس، وده بيكون لمدة أسبوع لعشرة أيام. الحاجة التانية لو كنا بنستخدم فيتامينات ضروري جدا إن إحنا نوقف الفيتامينات، لأن الفيتامينات برضو من ضمن الحاجات اللي بتسبب دهون أو بتعلي نسبة الدهون عند الحمام، فمهم جدا إن إحنا نوقف برضو أي فيتامينات كنا بنستخدمها. والحاجة المهمة بقى اللي لازم نستخدمها علشان نعالج الدهون بسرعة وهو خل التفاح. طبعا خل التفاح اتكلمنا عنه في فيديوهات قبل كده، يعني خل التفاح مش بس هيعالج معاك الدهون، لا ده كمان برضو خل التفاح فيه فيتامين سي وكمان برضو رافع مناعة ومضاد للأكسدة وفيه فوائد كتير جدا، ومهم جدا ان احنا نستخدم خل التفاح في فصل الشتاء. كمان برضو الناس اللي بتواجهها امراض البرد او البكتيريا او بعض الامراض الطفيلية برضو خل التفاح بيساعد على كل الحاجات دي. بالنسبة لخل التفاح لو احنا واجهنا الدهون او بقى عندنا دهون في الحمام والحمام مريح ليه فترة كبيرة، بنستخدم خل التفاح بنستخدم 5 سم على كل لتر مية، وده بيكون لمدة 5 ايام، وبعد كده بنستخدمه في الاسبوع مرتين. وطبعا زي ما قلت ان احنا نراعي جدا موضوع الاكل او الكلفة اللي احنا بنقدمها للحمام علشان نسبة الدهون تقل من عند الحمام. ده كان فيديو النهاردة، لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر التنبيهات علشان يوصلك كل جديد فيديوهاتنا اول باول ان شاء الله. شكرا جدا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برضه خل التفاح بيساعد على كل الحاجات دي. بالنسبه لخل التفاح لو احنا واجهنا الدهون او بقى عندنا دهون في الحمام والحمام مريح ليه فتره كبيره، بنستخدم خل التفاح بنستخدم 5 سم على كل لتر ميه، وده بيكون لمده 5 ايام، وبعد كده بنستخدمه في الاسبوع مرتين. وطبعا زي ما قلت ان احنا نراعي جدا موضوع الاكل او الكلفه اللي احنا بنقدمها للحمام علشان نسبه الدهون تقل من عند الحمام. ده كان فيديو النهارده، لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناه. برضو خل التفاح بيساعد على كل الحاجات دي. بالنسبه لخل التفاح لو احنا واجهنا الدهون او بقى عندنا دهون في الحمام والحمام مريح ليه فتره كبيره، بنستخدم خل التفاح بنستخدم 5 سم على كل لتر ميه، وده بيكون لمده 5 ايام، وبعد كده بنستخدمه في الاسبوع مرتين. وطبعا زي ما قلت ان احنا نراعي جدا موضوع الاكل او الكلفه اللي احنا بنقدمها للحمام علشان نسبه الدهون تقل من عند الحمام. ده كان فيديو النهارده، لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر التنبيهات علشان يوصلك كل جديد فيديوهاتنا اول باول ان شاء الله. شكرا جدا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.